كبرت في سازة الجهة الشرقية كيف كنقولوا الطقوس راه كان واحد الأعراس كنديروها كي كنقول كلشي كيجي كلشي كيحضر الثلاث فرقة الفلكلورية ولا شي كتكون خارج الدار مفرشين مقادين الأمور كيجي اللي جا كينشط اللي جا كيضحك اللي جا كيلعب العرس إلا ما كانش فيه سبعية ماشي عرس العرس كتكون فيه سبعية نهار الأول كتكون الجماعة تيكونوا الشفناج مول الشفنج تيكونوا الحوالة تيدبحوا سبعة ثمانية تيهبطوا كيشوهم في القور في العشية كتجي العروسة بالليل تتجيب التقاليد ديالها وكتجي راكبة فوق السيارة وتيهزها خو العريس وتتكون الدقوس في الليل كيكون العيال تيلعبوا كل شيء الصباح تيكون براز ديال العروسة براز ديال العروسة كيجيو فيه الهدايا كيجيو فيه الهدايا داك الناس كيجيبوا لهم الهدايا كاين اللي كيجيب الكشميرات كيجيب المانط تيجيب الشورى المراكشية بالطرز لاناب ديال الطابلة بالشورى ديال الناموسية بكل شيء في العشية تيجيبوه العروسه تيجيبوا الدجاج ديالهم ويجيبوا الحلوه ويجيبوا الفاكهه اكثر ديال البديت يجيبوا غير اللوز والبيستاج والفاكهه وداكشي ما عندهمش مع الحلوه ديال الدقيق عندهم معايا مع اللوز والبيستاج وداكشي انا زيد سلا و سلا ومنطقه ديال حصين انا بحكمي تنسكن انا في سلا جديده وعشت ديك المناطق تما يعني هذا تقليدي 100% الناس رجعوا للتقاليد ديالهم الاولى ولات العائلات بحال اللي كانت في الاول عائلات تيتجمعوا بعضياتهم ولاو تيتعاونوا مع الناس ديالهم والعائلات ولاو رجع داك التقارب اللي كان شحال هادي رجع نفس اللبس اللي كان شحال هادي تيتلبس دابا نفس الماكولات اللي تدا شحال هادي باقا كاينه